في ناس يقول لك خبر الناس البسيطة لما تسمع ان فلان بياخد كذا، هو فلان بياخد كذا، بيدفع ضريبة 20%، عنده مصاريف، بيجيب لبس، عنده مصاريف وعنده مسؤوليات وعنده دعاية وعنده 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 مطلوب منه حاجات كتيرة جدا، بيشتغل عمل واحد في السنة، ممكن سنتين ما يشتغلش، ممكن ثلاثة ما يشتغلش، ما عندوش تأمين صحي، ما عندوش حد يضمن له بكرة، ما عندوش معاش، بدليل ان كل تاريخ نجومنا الكبار اللي احنا حبينا السينما منهم واللي هم علامة من علامات السينما والفن العربي في خلال المئة سنة اللي فاتوا دولت كلهم بيموتوا وهم ولا يعني سايبين صحابنا جميعا ولا لولادهم، فاهماني ازاي؟ فانا مش عاجبني طريقة التفكير اللي حصلة دي، ولازم الناس تعرف ان مفيش ممثل ناشئ ولا ستار كبير هو اللي بيحدد سعره، اللي بيحدد سعره التوزيع، علشان الخلق نسأله شاهد على ده، اللي بيحدد سعره التوزيع. أنا أتمنى إن كل موظف في مصر يبقى بياخد المرتب اللي يستحقه، وبتمنى إن كل حد بيعمل في أي مجال ياخد العائد اللي يستحقه. عايز أقول لحضرتك حاجة، القضاء في لندن عارفة بياخدوا كام؟ أعلى مرتب. ما عندوش مرتب. القاضي عشان يكون قاضي بيدوله يمضي شيك على بياض عشان يقدر يشتغل صح ويبقى قاضي صح ويبقى عادل. احنا لازم نحب الخير ولازم نحترم حقوق كل واحد كويس قوي، بلاش الطريقه دي بطريقه كمان يا ليلى. عايزه انا نفسي النفوس بجد تبقى طيبة أكتر وتبقى مؤمنة أكتر وتبقى خيرة أكتر. الحقد مدمر للشعوب.